بطولة الفيفا. ايه اللي جرى في الفيفا يا باشمهندس؟ هل كان في علامات وانت يعني انت بالك كم سنة في الفيفا دلوقتي؟ انا يعني هو من ال 25 اللي في 2010 انا الوحيد المتبقي. ما احنا عارفين، ما احنا قلنا في الاول يعني ما بخسرش حد وما بخسرش معركة وما بخسرش طموحه، ولكن اللي يخسر مبادئه. الحمد لله الحمد لله. ايه اللي حصل في دولة الفيفا؟ الفيفا يعني حتى اللي حصل كله في الفيفا مش في الفيفا، مش في الفيفا يعني كل المشاكل اللي حصلت في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه حصلت في مشاكل في التسويق الخاص بيهم، ولكن بصفتهم هم العضويه في الاتحاد الدولي وسيء الى الفيفا بشكل كبير جدا. بمعنى انت النهارده عضو عنده مشكله في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، هو جاي من امريكا عنده مشكله ما تمسكه هناك، جاي من امريكا الجنوبيه كلهم بتوع الكاريبيان بيجوا عن طريق ميامي تمسكه هناك سابه لغايه لما جه جوه الفيفا قال لك ده من الفيفا سويسرا. وبالتالي طبعا كانت عمليه اعتقد انها كانت مدبره بشكل كبير. انت حضرتك عارف في بعض يعني الامر مش وصل بس لبلاتر، وصل لبلاتيني حتى. ده بعتبره سوء اداره يعني، يعني هو ما حصلش ان هم من 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 الجزء ده من بلاتر او بلاتيني من بلاتر. حادثه بيسموها حادثه يعني عارف انت عايز من واحد فلوس قعدت تقول له استنى شويه استنى شويه استنى وبعد اديتها له لما كنت انت عايز منه حاجه، وبالتالي احتسبت انها شكلها. انما ده لهذا لا يمنع ان بلاتر قدم لكره عالميه اعلى مستوى من الاداره، استلم سنه 98 الاتحاد الدولي مدين ب 80 مليون، سلمه الاتحاد الدولي التيرن اوفر بتاعه 5.5 مليار دولار. اعتقد انه قدم كثير للكره وانا بحترمه جدا جدا. بلاتيني؟ بلاتر. فانا بعتقده من يعني عبقري في الاداره وقدم كثير. مش البلاتيني يعني، هو مش دي غلطته بلاتيني برضو كان راجل اداري محترم عامل شغل في الويفا على اعلى مستوى، ولكن المشكله اللي حصلت حضرتك عارف ان هو كان 98 ل 2004 كان متعاقد كمستشار للبلاتر في مكتب في باريس. المبلغ اللي حدد تقريبا كان 4 مليون، هو اداله 2 مليون يورو وقال له اما ربنا يفرجها فاداهم له في 2011 فده اللي هي دي المشكله. انما لم يتكسب من شيء غلط يعني ما خدش من عمولات من الـ من من السبونسر شيب والكلام ده ما حصلش. طبعا انت مش مسؤول، انت واحد من 24 بيديروا الفيفا يعني. رايك في انفنتينو الرئيس الحالي ورايك في الفيفا في تطوير اللعبه في يعني تقديمها للعالم بشكل افضل؟ بص حضرتك هو بيحصل في حاجه زي كده لازم تحصل بتعمل مكياج للموضوع. بمعنى احنا كنت انا الحمد لله عضو لجنه اصلاح عن افريقيا، ولجنه الاصلاح دي رات انه بعض الشغل المالي كله يبقى جهات مستقله اللي بتتابعه. بمعنى انه حضرتك بتسمع عن الحوكمه ونسمع عن الكلام الكبير ده رشاده في الاداره طبعا. انما الحقيقه النهارده كره القدم بقت فيها شفافيه كبيره جدا داخل الفيفا. المسؤولين عن الناحيه الماليه ناس اندبندنت كلهم مستقلين، مش موظفين داخل الاتحاد الدولي. اللجان اللي بتشرف على التفتيش داخل الفيفا والقرارات التاديبيه كلها لجان مستقله تماما، ما يقدرش حد يبقى يديهم تاثير. حتى رئيس الفيفا نفسه، رئيس الفيفا نفسه الكونسبت اللي اشتغل عليها والجديد بتاعه انه بيقول كره القدم ترجع لولاد كره القدم، وبالتالي هو في جميع المناسبات رغم ان هو مش من ولاد كرة القدم انما هو الحقيقة يعني قانوني ومحامي في الاساس قانون، انما هو كان الحقيقة كان برضو يعني استاذ في نيوشاتيل في سويسرا في الرياضة وكان بيتكلم على تطوير الادارة الرياضية، فعنده خبرة الحقيقة ممتازة جدا. انما هو الحقيقة الفترة دي كلها بيهتم باللاعبين القدامى وعطولهم. انا عايز ارجع